الفقرة دي زي نعمل تمارين رياضية تحرق الدهون وتظبط الدنيا واحنا في البيت من غير ما نروح الجيم ومن غير ما نكلف نفسنا ولا حاجة. في حد يقولك طب ما تديني كده حاجة اعملها في البيت، تعالوا نسأل اكتر ونعرف. شرفنا يكون معانا كابتن ايميل نبيل مدرب الفتنس واللياقة البدنية، منورنا. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ صباح الفل يا كابتن. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ هو احنا دايما يعني بنقلل من فكرة نعمل التمارين في البيت، يعني لو ما رحتش الجيم ما بعملش، لو ما رحتش نادي ما بعملش. ايه فايدة او قيمة التمارين اللي ممكن اعملها في البيت؟ ايه فايده التمارين اللي انا بعملها في البيت؟ يعني أنا عايز بس اعزل حاجه مفهوم الجيم عن التمارين الرياضيه. ايوه تمام. انا الجيم بالنسبه لي اللي هو مكان العضلات، مصنع العضلات. طيب التمارين الرياضيه انا ممكن اعملها في البيت، ممكن اعملها في الشارع، ممكن اعملها في شغلي. لو شغلي فيه حركه فهو ايه التمارين الرياضيه؟ عباره عن حركه، انا بحرك كل جسمي. تمام. لكن مفهوم ان الرياضه في الجيم بس ده مفهوم خاطئ جدا. بس التمارين دي ما تعملش عضلات صح؟ يعني دي لياقه. لا انا عايز اعمل عضلات يبقى لازم تمارين مقاومه. تمام. تمارين المقاومه دي موجوده في الجيم. تمام. لكن تمارين الرياضه العاديه او اللياقه البدنيه هي حركه، انا بحرك جسمي، جمبات، جري، ماشي، انا واقف في البيت بعمل شغل، انا واقف في شغل بعمل شغل، ده كله رياضه. طب ده يفيد الجسم بايه اللي هي الحاجات التمارين الرياضيه بتاعت البيت؟ انا بحرك جسمي، ومعنى بحرك جسمي انا بعمل تنشيط لكل حته في جسمي. فبالتالي جسمي هيبتدي يحرق. يعني واحد قاعد طول اليوم، واحد بيتحرك طول اليوم، انه افضل اللي بيتحرك بس هو بيعمل نشاط لجسمه طول اليوم. فعلشان كده هو في حد ممكن يكون بيمشي بس مش ماشي الرياضه، يعني ماشي بيعمل شوبينج، بيشتري طلبات ست البيت، الحاجات دي. تمام. هو في حد بينزل عشان يمشي في الشارع بس هو نازل الهدف المشي، فبيمشي ماشي المد. فبنسمع كده يقولوا لنا عايز تعملها رياضه وحرق يبقى لازم تبقى بسرعه معينه لمسافه معينه. احنا بنبتدي نزود الليفل بقى. يعني انا النهارده صحتي تسمح ان انا انزل اتمشى 10 دقايق بس ومش هقدر اكمل. ايوه. طيب لا انا صحتي النهارده مساعداني انزل اجري ساعتين متواصلين. فكل واحد ليه ليفل معين. طب الليفل ده بيزيد؟ بيزيد. هو مرتبط بالسن؟ اظن ان هو مش مرتبط بالسن، مرتبط بالتكرار. انا هعمل كل يوم قد ايه؟ انا النهارده نزلت عملت 10 دقايق وتعبت، بكره هنزل هعمل ربع ساعه واتعب، بعد كده الربع ساعه دي على مدار مثلا كام شهر هيبقوا ساعه. فهل انا كده معنى كده ان انا سني صغر او اللياقه البدنيه بتاعتي زادت علشان انا ابتديت ان انا اتمرن تدريجيا؟ تمام. لكن ملهاش علاقه بالسن وملهاش علاقه بالمرحله العمريه. يعني التمرين يبقى بالتدريج. طب يعني سريعا نشوف في البيت بقى ايه الحاجات اللي ممكن نعملها وتحرق الدهون؟ حاجات كتير، اي حركه ممكن اعملها في البيت بتحرق الدهون. يعني ست الكل في البيت واقفه طول اليوم في المطبخ وبتشتغل. شايف واحد على الشاشه هو بيتنطط كده ده تمرين جامبك جاكس، ده انا بعمله. ده طبعا اي حاجه فيها جامب طبعا بتزود المعدل الحرق جدا، لان هي بتعلي ضربات القلب فبالتالي بتنشط جسمي كله. اي حاجه فيها جامب. حتى لو انا واقف كده بعمل جامبات كده. كمان عندنا التمرين ده، هو طبعا ده تمرين يعتبر كذا تمرين في تمرين. يعني تمرين الضغط واحد مثلا. ده صعب قوي ده. حد يلعب اللي هي الضغط دي. ده كويس، ده يعمل شغل كويس؟ اكيد طبعا. ده اللي هو بيسموه ايه، ده الرباعي ولا مش ده؟ ده تمرين بيربي مع اكستنشن للعضلات الظهر. يعني ده عايز اقول لك بيمرن مثلا كل جزء في الجسم. ما بقول تمرين مركب كده. يعني. تمرين مركب. ده ايه؟ عندي ده اللي هو ستيب باي ستيب، ان انا بطلع وانزل كاني طالع سلم. يعني انا مثلا ما عنديش سلم في البيت او انا اتعودت على الاسانسير. تمام. بس انا ممكن ازود المجهود البدني بتاعي ان انا اجيب ستيب، اجيب اي درجه سلم او اي بوكس كده وابتدي اطلع عليه وانزل. انا كده بحاول انشط جسمي، بحاول اعمل حركه، بحاول ان انا السلم، ان انا اطلع السلم مثلا. دي حاجه كويسه ولا حاجه؟ طبعا انا بيها بقوي عضلات رجلي وفي نفس الوقت بنشط الدوره الدمويه وبعمل مجهود عالي. ده بيأذي الركب.
مش بيأذي الركب، بس انا لو عندي مشكله التمرين. طبعا ما هو مش كل تمرين بيناسبنا كلنا. لا انا ما قصدتش التمرين، بتكلم على السلم في البيت. يعني اعتقد عشان التمرين بقولك ده مفيد اكتر من اني اطلع سلم البيت، صح كده؟ هو ما هو نفس الارتفاع الدرجه، ممكن كمان ده يبقى ارتفاع درجه اعلى، اطلع واحده وانزلها واطلع واحده. بس طبعا ما هو كل تمرين مش مناسب لكل الناس. في تمارين مناسبه وتمارين مش مناسبه. انا عندي مشاكل في الركب، طبعا التمرين ده مش هيناسبني. ايوه تمام. الا ان انا ممكن بعد ما ابتدي ان انا اعمل تاهيل لركبتي، وابتدي ان انا اعمل لها علاج طبيعي، وبعد العلاج الطبيعي ابتدي ان انا اعمل لها تاهيل في الجيم فاقوي عضله رجلي، فبالتالي لو طلعت سلم مش هبقى في مشكله على الركبه. تمام. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك على الناس مثلا اللي هي السكر عندها مش منتظم، دايما الدكتور ينصحها بالرياضه انها ايه الحاجه يعني انسب تمرين حضرتك تنصح بيه مريض السكر اللي هو ممكن يظبط، يعني منه ان انا بحرق، بحافظ على طريقه اكل معينه بلتزم بيها. اعتقد الرياضه مهمه مع تظبيط الاكل. اكيد طبعا الرياضه مع تظبيط الاكل هتكون مهمه جدا. بصي، مريض السكر الافضليه ليه ان هو يروح مكان او نقول جيم. تمام. ليه؟ هو هينتظم فيه كل يوم طبعا، لان السكر عنده خلاص هو بقى اصبح ان هو هيعيش معايا صديق يعني، فلازم يتعايشوا مع بعض، لازم الاثنين يتعايشوا مع بعض. تمام. فانا عشان اجي اقول له اعمل تمرين رياضي في البيت، هنعمل يوم و10 لا. ايوه. فكده هو مش هيستفيد، وكده السكر هيزيد معاه، وابتدي ياخد ادويه، وابتدي يعلي الليفل بتاعه، ويوصل الانسولين وحقن والقصه دي. فهو لو عايز يحافظ على منسوب السكر بتاعه ويبقى متظبط طول الوقت، يبقى لازم يخصص يوم او يخصص كام يوم في الاسبوع ان هو يروح فيهم جيم. لان هو هيجبره الجيم، هيجبره على يعمل مجهود بدني عالي، بالتالي هيقدر يحرق السكر الزياده اللي عنده، وبيبتدي ان هو خلاص حتى لو حصلت لخبطه بسيطه كده في الاكل منه بيحصل غصب عنه، خلاص هو يقدر ان هو يدخل الجيم، يقدر ان هو يفقد السكر الزياده عنده. طب ايه الحاجات اللي في الاكل اللي بلاش منها، هي دي اللي ممكن تبوظ الدنيا؟ اول حاجه السكريات طبعا بكل اشكالها، حلويات، عصاير، حتى العصاير الفريش اللي احنا بنقول عليها هي فاكهه ومعصوره، افضليه كلها فاكهه زي ما هي. بلاش العصاير، بلاش ان انا كل حاجه يبقى عندي فيها سكر. الزيوت كمان، الحاجات المقليه اللي باستمرار في كل البيوت، يعني ده مفهوم خاطئ. خلينا نرجع نصيحه اسحاق ليا ان انا اكل الكوارع، ده كده اذى صح؟ يعني دي مش هو كده بصراحه بيأذيك. وانا كده عايز يقضي عليا صح؟ هو كده عايز يخلص من حضرتك شكله ولا ايه؟ مش فاهم تاكليش تقريبا. ماشي. طب انا عايز اسال حضرتك على يعني في ناس بيشوفونا دلوقتي هم ما بيقدروش اصلا على فكره الحركه، يعني هل ممكن وانا نايم على السرير او انا قاعد على الكنبه يكون في بعض الحركات اللي انا اعملها تنشط الدوره الدمويه بشكل كويس؟ يعني مش ما هتوصلش ان انا ابقى نايم على السرير وعايز اعمل مجهود، يعني الا بقى لو انا ظروفي الصحيه ما تسمحش بكده. ظروف صحيه، انا اقصد ظروف صحيه يعني، مش كسل. ظروف صحيه هيبقى الحركه بسيطه، يعني مش هتبقى يبقى كده ابتدي مثلا الحركه اللي هي فيها برفع، يعني بنام على ظهري على السرير وبرفع رجليا مثلا. بس دي خلينا نقول ان هي يعني لما بوصل لكده يعني انا ما بقدرش اقوم امشي، يعني خلاص انا ملازم الفراش فما اقدرش اقوم امشي. لكن انا عايز اخد برضو علشان في ناس ممكن مثلا تاخد الفكره دي تقول لك ما هم قالوا لنا ان انا ونايم ممكن اعمل تمرين. انا عايز بس اوضح للساده المشاهدين الحركه دي، يعني انا خلاص انا وصلت بيا الكسل ان انا ونايم هم قالوا في التلفزيون ان اقدر انا ونايم اعمل تمرين رياضي. لا، طول ما انت بتعرف تمشي وبتقوم على رجليك يعني الصحه بتاعتك كويسه، لا قوم اعمل نشاط رياضي، قوم اجري في الشارع، قوم اعمل اي مجهود. تمام. انت اللي هتستفيد بده. صحيح. طيب اكتر مشكله فيها او حته فيها دهون مقرقه الناس كلها هي دهون البطن. خلاص، ودي اكتر اعتقد يعني اكتر حته بتاخد وقت عشان تنزل وتتظبط. لو انا مش بقدر اروح جيم خلاص احنا اتفقنا هلعب حاجات تمارين في البيت، اشتغل ازاي على المنطقه الصعبه قوي دي؟ يعني اولها اقفل ده. يعني المنطقه البطن دي اول حاجه بالنسبه لي ان انا اقفل ده. دي ازمه. طب نقفله ازاي يعني؟ دي اكتر حاجه ممكن اسيطر بيها على دهون البطن. طب لما احس ان انا جعان وعايز اكل حاجه ما تاذينيش لغايه لا يعني اقلل تدريجي، خلينا في الخضروات. يعني خلينا ناكل خضروات بشكل السلطه، يعني حاجات ممكن تحسسني بالشبع، وفي نفس الوقت الكالوريز بتاعتها قليله جدا وفيها الياف، يعني بتاخد وقت عشان تتهضم. تمام. بحس بالشبع مهما اكلت منها، الكالوريز بتاعتها قليله جدا. تمام.
فهي بالنسبة لي موجودة شبعية. موجودة موجودة يعني موجودة في كل مكان، مفيش بيت مفهوش خضار. طب والتمارين اللي على البطن في البيت نلعب ايه؟ يعني نعمل ازاي يعني؟ تمارين البطن العادية اللي متفاهمة عنها اللي هو السيت اب والتمارين الكرنشات دي اللي اقدر المتاحة اللي ممكن اعملها وانا في اي سجادة في البيت، اي مات في البيت اقدر ان انا اعملها بيها. طب انا برضو عايز اسأل حضرتك على الجيم، في ناس بتروح الجيم بس ما بتستمرش، يعني تروح مثلا شهر شهرين وبعد كده تقعد في البيت وبعد كده تفتكر بعدها بثلاث شهور تبتدي تروح الجيم، هل ده بيبوظ الجسم؟ بص هو مش بيبوظ الجسم، بس انا بيجي عليا وقت المجهود بتاعي بيبقى كويس جدا، يعني انا الصحه البدنيه بتاعتي حلوه جدا اللي انا استمريت فيه شهر او شهرين تمام، بحس ان انا وصلت خلاص انا كده مش عايز اي حاجه تانية. لا هي الرياضه بالنسبه لي لايف ستايل، هي اسلوب حياه، زي ما انا كل يوم لازم ادخل جسمي اكل وشرب، هو ينفع ان احنا نعدي يوم من غير ما ناكل؟ لا صعب. طب الوقت اللي هو مش المحترفين بقى اللي هو الوقت العادي بتاع الانسان العادي اللي هو بيعمل رياضه مش عشان يعمل عضلات، عشان صحته تبقى الى حد ما كويسه، ياخد وقت قد ايه في الجيم؟ احنا وقت ويقف ولا وقت وقت ولا تايم معين في السيشن الواحده؟ الوقت اليومي ايه معاك؟ ساعه 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 تقدر تعمل، وممكن كمان تاخدها مش بشكل يومي كل يوم، ممكن ساعه مثلا اقل حاجه ثلاث مرات في الاسبوع. يعني ممكن نص ساعه في اليوم تمشي؟ يعني مش نص ساعة بس، لو هنقدر ندي ساعة في اليوم حتى لو يوم او يوم لا هتكون افضل جدا. مش ناس كتير بتقدر على موضوع ان انا كل يوم اكون في الجيم يعني، عشان كده بنقول ثلاث مرات كفاية. ثلاث مرات كويس. الوقت اللي الرياضة امتى؟ اكيد الصبح. قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ لا المفروض بعد الفطار. بعد ما افطر؟ بعد الفطار. طب ما بعد ما افطر هتبقى بطني مليانة، هبقى هو مش هجيب فطار بقى وليمة واوديها يعني، ممكن اكل حاجة بسيطة واستنى مثلا ساعة وابتدي انزل اعمل النشاط بتاعي، مش ضروري ان انا هاخد الاكل بتاعي وافطر في الجيم واقوم بعد الجيم بعد ما افطر اقوم اديها. ما انا بقول مش جبنة وفطير وعسل، مش لازم نفطر بسكويت. لا جبنة قريش صح، جبنة قريش. ممكن ناخد افضل حاجة بيض، بيض سريع الهضم. وان انا هاخد الوجبه بتاعت الصبح دي وبعد كده هستنى مثلا ساعه اشرب فيها قهوتي ولا اشرب فيها الدرينك بتاعي بتاع الصبح وبعد كده انزل اتمرن. مش فطير وجبنه وعسل وبيض وكوارع على الصبح؟ احنا عندنا مفهوم خاطئ في مفهوم الاكل ده. نورتنا يا كابتن، مشكورك على وجودك معانا يا كابتن ايميل نبيل مدرب الفتنس واللياقه البدنيه. صباح الفل. صباح النور يا فندم، نورتنا جدا. نوركم يا رب يخليكم. بنشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباح النور. يومكم جميل. We'll be right back.